بسو كيقول بان رمضان هو الشهر ديال المغفره والشهر ديال الرحمه. السلسله ديال بسو سلسله السلكله اللي حققت نجاح كبير وحققت واحد الاقبال غير متوقع، سلسله اللي خدات طوندونس المغربي ولقات اقبال كبير. من خلال هاد السلسله بسو حاول يناقش مجموعه للأشياء وإيصال مجموعة من الأفكار للمتلقي المغربي. السلسلة في حلقتها الست كانت من الطراز الرفيع. السلسلة ديال بسو وصلت لذاك الشيء اللي بغى يوصل ليه بسو وذاك الشيء اللي بغيناه ونوصلوا ليه من الكوميديا السوداء، الكوميديا السوداء التي يتقنها بسو، والكوميديا السوداء لا يمكن النقص منها باسم يوسف. باسم يوسف اللي كان مرة في إحدى الحلقات مع كريس مورغان في أشهر لقاء عبر اليوتيوب ما بين كريس مورغان وباسم يوسف. فالكوميديا السوداء لها معاني حقيقية، لكن بعض الأمور كانت في السلسلة ديال السلكلة ظاهرة وباينة للعيان. الفيديو اللي غادي نوريكم اليوم ماشي ديال السلكلة، ولكن فيديو خاص ب بسو وكيقول بأن رمضان هو شهر المغفرة وشهر الرحمة. اسمعوا فيديو ديال بسو. السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد. رمضان شهر المغفرة والرحمة، راه ما يمكنش تصوروا شحال ديال المضاربات في الطريق، وما يمكنش المضاربات في الطريق ما داك الشيء الخيال العلمي. كل رومبا فيها جوج معريين محيدين، السوفيتمات كيتشيروا في الطريق، كنقول لك ما يمكنش. والمشكل السوفيتمات قري. السلسلة ديال بسو اللي تربعت على الطوندونس المغربي، السلسلة ديال بسو خدات أكبر عدد من المشاهدة، وكذلك حتى السلسلات الرمضانية. سكينة في واحد اللقاء مع إحدى القنوات والصفحات الفيسبوكية قالت بأن على من لا يريد تمرير مجموعة من الأشياء للأبناء دياله أنه يطفي التلفازة أو لا يطرد ولده. سكينة في واحد اللقاء ديالها مع إحدى الصفحات الفيسبوكية، ولكن خليني في بسو. بسو من خلال السلسلة اللي دار ديال السلكالة كانت سلسلة ناجحة بكل المقاييس، رغم أننا انتقدناها في واحد الفيديو لبعض الأخطاء اللي وقع فيهم بسو وبعض الأمور اللي مررها بسو واللي ما بغيناش تمرر، ولكن هي جاية من الواقع. احنا ما تحدثناش على أن السلسلة فاشلة، ولكن لا بد من النقد والنقد البناء، لأن في الفيديو بسو جاوبنا على الفيديو اللي كنا قلنا بأن بسو وقع في مجموعة من الأخطاء، لأن رمضان والناس كيتفرجوا بالنهار شهر المغفرة والرحمة. لأن ملي تاخذ أنت فيديو تفرج لي في اليوتيوب ولا تفرج لي عبر منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، فأنت تشاهد أنت وأبنائك أو أن الأبناء ديالك غادي يشاهدوه إلا ما كنتي شاهدتيه معهم مجموعين. كنا نريد وكنا نتمنى أن بسو يكون عنده كوميديا سوداء بشكل شنقي وشكل متميز، لكن هو جاوب على نفسه في هذا الفيديو من قال بأن رمضان شهر المغفرة والرحمن. قد ست ديال السلكلة جمعت ما بين الضحك وإيصال الرسائل، رسائل ظاهرة ورسائل مرغومة. تم تمرير مجموعة من الأشياء من طرف بسو. كنعرفوا الجمالية ديال الكوميديا السوداء، كنعرفوا الكوميديا السوداء والمستوى العالي ديالها في إيصال الرسائل، وهي أنها ما كتكونش مباشرة، إلا أن بسو كان في مجموعة من الأمور ذهب إليها مباشر. لهذه الأمور هذه اللي خلت سلسلة بسو تكون قريبة للناس، وخصوصا أنها ما تنفقاتش عليها قداش تنفق على المسلسلات والسلسلات والستكوم اللي كتبت عبر شاشات ديال التلفازة. وللأسف خرجت علينا واحد الممثلة من الممثلات في لقاء صحفي قالت لهم هذا الشيء اللي كنديروه وهذا الشيء اللي كنمثلوا فيه إلا ما عجبش الآباء والأمهات ممكن يطفيوا التلفازة ولا يطردوا ولادهم من عسو حتى تسال السلسلة. لا هكذا جواب، لكن هذا الأمر ما غاديش يدوز سهل، وغادي نديروا حلقة على هذه الممثلة هذه وغادي نقول لكم شكون هي واش قالت. انتظروا الفيديو الجاي اللي غادي يكون فيديو بدون رحمة. خليتكم على خير، بالسلامة عليكم، تمتعوا لي مع السلسلة ديال السلكلة. إلى اللقاء في لقاء آخر.